الله تركناها في بعض القنوات عن خيرة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. نرجع ل تفضل يا أبو. حديثنا متشعب، حديثنا يعني يجب أن يكون فيه الحكمة، فيه الفائدة، فيه وهذه مثل ما تقدم طبق الفواكه اللي فيه الحلو والوسط والمر والحامض وهذه أحيانا قد ما تعجب بعض الناس ولكن فيه ناس يستانسون عليها. حتى في التقبل يعني حنا نختلف في قدرات، تجد فلان من الناس عنده بحر من الشعر وهذا يخاطب فئة معينة من المجتمع، وهذا عنده شيء من القرآن والآيات ويحفظ والتفسير وموجود ويناسب فئة معينة من الناس، تجد تتداخل هذه الكلمات حتى تبني مثل البناء أو الحصن للإنسان. لبنات هذه في الشعر وهذه في الفلك وهذه في القرآن وهذه في الحديث وهذه في التفسير. يا سلام. وما حياتك إلا مثل هذه، أنت تكمل، حنا نكمل بعض. أبو صالح يجيب له القصة ويجيب له الفائدة ويجيب المبدأ، أبو عبد الرحمن يجيب في الفلك، يجيب في التاريخ والجغرافيا في الحديث، أبو عمر نفس الشيء، أنت أبو إبراهيم، كلنا نكمل بعض حتى نخرج ببناء مجتمع. يعني قد يكون شاهدك واحد مرة واحدة في هذا المجلس ويطلع شبعان مرتوي من جميع المعلومات، من كل بحر قطرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، لكن وقفنا يحتاج الدعم منا ومنكم ومن المشاهدين، ويعني نقل هذه المعلومة على إكمال هذا الوقف اللي ما بقي فيه إلا أيام ولا نزال يعني مقصرين في. فأذكر يعني أن الإنسان يساعد أخيه إذا ما مع الشيء بالكلمة، إذا ما مع الشيء بإعطاء الرقم، إذا ما مع الشيء التذكير يدل عليه التذكير. فلذلك يمكن لو ذكرت قصة اللي هو جابر عثرات الكرام، خزيمة بن بشر كان رجل فاتح بيته والناس تاكل عنده وتشرب ويعطي، ولكن الدنيا ما تستمر على ما على حال رجل يطول العمر، انفاقه اكثر دخله اقل من انفاقه، لابد لانه يفلس. فافلس خزيمه بن بشر وانقطع عن الناس، وكثير عندنا يحصل حتى في اليوم الحالي في العصر الحالي. فاذا من الانسان ما عاد وجد ما يقدم شيء يعني يرد به عن وجهه ويعطي ويكرم ويتبرع ويتصدق، يحجم ويمتنع عن الناس ويبتعد عن الناس، قد يغلق بابه وقد يشد من هذا البيت. خزيمة بن بشر صار له اللي صار، ثم ما عاد يقدر يفتح بابه ولا عاد يجي لما أحد. فسأل عنه عكرمة اللي هو أمير البلد اللي هم فيها، فقالوا إلى أنه يمر بأسوأ حال، يعني ما عاد عنده ذاك العطاء ولا عاد عنده، يا الله يوكل نفسه وما يوكل نفسه، يمكن يجوع وأيام صايم وأيام جايع. فعرف عكرمة وأخذ جل في بيته في الليل وشافته زوجته وهو طالع، قالت وين رايح؟ وهذه من يعني اللي بعض النساء تدقق على زوجها حتى ظنت إلى أنه كان متزوج أو أنها ذهب إلى زوجها أو إلى أحد إمائها، فقالت ما تروح يعني وين تروح؟ قال أنا بروح الوضع كذا، خزيمة ما عنده شيء، وكان رجل كريم فاتح بابه وشايل عن المساكين والفقراء، أبروح أعطيها المبلغ 10,000 دينار، وعشرة آلاف دينار ميزانية ما يعني ترى ما في شيء توزن بالذهب يعني مثل 10 كيلو الآن. فأخذ المبلغ وحطه في كيس وجاء طق الباب على كلامنا احنا، ولا طرق الباب على خزيمة. خرج خزيمة في هذا الوقت، من يبيجي يلمي في هذا الوقت؟ وهذاك كانت حرمته خايفة إلى أنه رايح الشيء، وكانت تتابعه، ثم عرفت وين هو رايح. والآن خزيمة بيقوم من عند زوجته بيفتح الباب،
قالت بعد ايش اللي جاينا في هالليل؟ اما انه يبي شر ولا يبي. فتح الباب خزيمة فأعطاه المبلغ اللي معه، قال له خذ هذا، قال لا ما تروح، من أنت؟ هنا اضطر إلى أنه يقول أنا جابر عثرات الكرام. الآن اختفى الاسم، ما جاب اسمه عكرمة، ما جاب اسمه، وهذا من التورية. جابر عثرات الكرام من هو؟ هذه صفة يعني جلية، يعني صفة ما يأخذها كل واحد، اللي يجبر عثرات الكرام، اللي إذا من شاف واحد أخطأ في كلمة طمطمها وسكنت الناس ورد عليه وقال يمكن ما فهمت خطأ، يمكن هو ما استطاع، ما لقن الكلمة الزينة ولا هذا هو اللي يسدد ثغرات أخطاء الآخرين. إذا من الإنسان قصر، مثل ما راح لحفلة أو ما راح العزاء أو ما حضر جنازة أو ما حضر تكريم أو ما حضر، قال يمكنه مشغول، يمكن مريض، يمكن عنده أحد مريض، يمكن عنده في بيته طفل، يمكن عنده، هذا اللي يسدد أخطاء الآخرين ويلتمس لهم العذر. قال أنا جابر عثرات الكرام لأنك صار لك عثرة، وهذه العثرة اللي هو أنه فقد ماله، فقال أنا جابر عثرات الكرام ومشى من عنده، جمعها فلوس وراح للأمير اللي هو مكلف عكرمة بالولاية على هذه البلد. قال وينك يا خزيمة؟ يقوله سليمان، سليمان بن عبد الملك إن صح. قال حصل لي كذا وحصل، مريت بأزمة والحمد لله جاء لي واحد وأعطاني 10,000 دينار وسألته من أنت؟ أبى أن يعلمني إلا أنه أعطاني جابر عثرات الكرام. وإلى الآن سأله سليمان من هو؟ ما عرفته منه؟ ما قال ما عرفت شيء أبد. فأكرمه، ومن ضمن إكرام سليمان له لك يا خزيمة أن ولاه على نفس البلد، وعزل من؟ عزل عكرمة، يبي يتحول من هذا إيه. عزل الآن عكرمة، تحولات بعد ما عزل عكرمة وجاء خزيمة يدقق عليه، وش سويت؟ وين صرفت الأموال؟ ومن أعطيت؟ وليش عندك نقص؟ فأخذه وكبله بالحديد ورماه في السجن. هذا هو لا يعلم من 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 هذا، إلا أنه يعرف أن هذا عكرمة. دخل السجن، راح اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، الأسبوع. الزوجة هذيك تحرى أن يطلق زوجها على، فأخذتها يعني لا توضح الآن زوجها ما فقد 10,000 كفيلة لأنها تسدد الديون أو العجز اللي عنده. راحت لخزيمة وقالت له يرضيك أن تكبل جابر عثرات الكرام وترميه في السجن؟ ومشت من عنده. قال تعالي ويرجع له، قال فرج النوم، يرجع العكرمة في سجنه ويقبل رأسه، يفك الحديد ويقبل رأسه. قال لا، ما عاد هي بالمسألة مسألة أنا وياك الآن، لا سليمان، لا الحاكم، لا الأمير. فأخذ عكرمة، أخذ خزيمة عكرمة إلى سليمان ودخل عليه، قال هذا جابر عثرات الكرام، هذا خصم الآن لقيناه. وعرف سليمان لأن، قال وش حملك على هذا؟ قال حملني الرجل كريم ويعطي، والآن يعني كان يسد عنا ثغرة من ثغرات يعني اللي هو جوع المواطن وجوع من حوله، جوع الرعية، وجوع كان يكرمهم ويعطيهم ويوكلهم ويشربهم. ومنا يعني 10,000 تكفينا مؤنة كثير من الناس، يعني بدل ما أنه يجي يصل لي ويصل إلى 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 إليك يا سليمان، أعطيناها إياه. فأعطاهم، وسع لهم الأمارة وجعلهم 2، واستمروا حتى فرقهم الموت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرقنا إلا
وهو راض عنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ووفقكم إلى سداد هذا الوقف وإكمال هذا الوقف. الوقف فعلا يحتاج وقفتنا، ويحتاج جابر عثرات الكرام منكم أنتم ومن المشاهدين ومنكم يا أهل الكنترول، وقفتكم حتى بالريال وبالريالين وبالعشرة وبالعشرين وبالمئة وبالمئتين وبالألف وبالألفين، نسد هذا، نسدد هذا المبلغ وينتهي هذا الوقف ويكون لنا شارع على قلوبنا على صدورنا، إلى أن حنا كنا ساهمنا في هذا سواء بالكلمة أو بالفعل أو بالعطاء أو بالبذل من هذا المال الذي سوف نغادر كلنا، لا ليس معنا في أيدينا ولا في جيوبنا، الكفن ليس له جيوب، ولن تتوقف حياتك بأن لا يوجد معك مال، بل الرزاق الله سبحانه وتعالى رزقكم في السماء وما توعدون. أنا وأنت كلنا يعني لو بذلت الآن وطلعت ما في جيبي وهل أبموت؟ لا، بل موت القلب لأنك لا تعطي، وكذلك الشح اللي يبخل إنما يبخل على نفسه، ومن شح على نفسه، ومن أعطى أعطى لنفسه، ومن تبرع أو تصدق رفع نفسه إلى درجة أعلى من غيره. كذلك ما ذكرت الله سبحانه وتعالى لن يتقدم عليك إلا أحد قال أكثر منك، مثل ما في الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. إذا أنا قلتها 100 مرة لن يكون هذا اليوم أحد أفضل مني إلا جاب 101. كذلك إذا تبرعت أنت لن يكون أحد أفضل منك من التبرع إلا أحد تبرع بأكثر منك. ولكن ها واحد ما عنده إلا 10 ريال وتبرع بها كلها، ما عاد عنده شيء، لا رصيد ولا في البنك ولا يطلبه فلان، هذا تبرع بمالك كله بهالعشرة. وفلان عنده 1,000,000 وتبرع ب10، ما هي بشيء في ميزان مليونه. الثانية على ما قيل إغاثة اللهفان. اللهفان منه هذا اليتيم وهذا الصغير وهذا الأرملة، إغاثتهم بدفع هذا الريال، وألفت كتب وسميت بإغاثة اللهفان. اللهفان هو المحتاج، هو المشتاق، هو الذي لديه شيء لا يستطيع أن يصل إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المقبولين، من المغفور لهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا يجعل مصيرنا إلى النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويوفقكم، وأن يهديني ويهديكم ويدلني ويدلكم على الخير، ويبارك لنا ولكم جميعاً.